السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم توقيع على شراكه اتفاقيه ما بين المركز الجهوي للاستثمار لجهه سوس مسا وكذلك غرفه التجاره والصناعه خدمات لجهه سوس مسا. هذه الشراكه كتجي في خضم مجموعه من الشراكات اللي تم توقيع عليها من طرف المركز الجهوي لاستثمار جهه سوس مسا، مجموعه من الشركاء الهدف ديالها الاساسي هو أن نوحدوا الصفوف ويتضافروا الجهود في إطار المهام المنوطة بنا كاملين. ما كيخفاش عليكم كتكون هناك مهام نطاق مثلا مواكبة المقاولين والمستثمرين، وهذا في هذا الإطار هذه المواكبة ديال المستثمرين كيكون مجموعة من شركاء اللي كل واحد يخدم يعني في جهته، والحمد لله هذه الشراكة جات باش تضفر الجهود بيننا وما بين الغرفة التجارة والصناعة من أجل ضفر يعني هاد يعني كافة يعني الجهود لأجل يعني للمضي قدما بالنسبة للمجموعة من يعني ليزاكسيون اللي ممكن نديروها إن شاء الله لفائدة الشباب ديالنا والمستثمرين. كذلك هاد الشراكة يعني حدات واحد مجموعه من الاهداف اللي غنخدموا عليها كقبيل خلق واحد المرصد ديال الاقتصاد الجهوي وواحد المنصه رقميه مثلا ديال اللي غتجمع مجموعه من الشركات ديال الجهه، غيكون هو بمثابه واحد الدليل غيكون لاجل المستثمرين اللي كيعطيهم نظره على جميع المؤسسات الشركات الصغيره الكبيره المتوسطه اللي متوقعه في الجهه، واللي غتكون ان شاء الله دونك واحد المسابه ديال واحد المساله اللي هي مهمه بالنسبه للرصيد المعرفي ديال الجهه ديالنا. شكرا. اذا اليوم حضرنا في توقيع واحد الاتفاقيه هي فريده من نوعها، ولكن جات شيئا ما مؤخرا، لكن غادي تجيب واحد القيمه مضافه ان شاء الله للعلاقات ما بين الغرفه والمركز الجهوي للاستثمار. هذه الاتفاقيه غادي جات باش تمن العلاقه اللي هي كاينه، العلاقه اللي متواجده، جينا باش اليوم نرسموا يعني واحد ورقه او خريطه العمل ما بيننا وبين المركز. واحد العدد ديال البرامج غادي نديروهم ان شاء الله جميعا، وغادي نسطروهم ان شاء الله باش نوجدوهم ويخرجوا في ورد الواقع ان شاء الله عن قرب ان شاء الله. شكرا.